يجمع كل المحللين على أنه الحاكم الفعلي في تونس هو رئيس الجمهورية، وأنه السنة هذه تشهد حكومة منقضية وحكومة جديدة كلاهما لا يحكم، لا سلاح حبيب السيد ولا سي يوسف الشاه، وهذا ما رده هشاشة النظام السياسي المعتمد في البلاد. يعني النظام السياسي الذي اعتمد القائم على الحياة الحزبية وعلى سلطة الأحزاب، لأنه الأحزاب لدينا بناءها رخو وضعيف وهش وفيها ياسر تناحرات داخلية وغير قادرة على أنها تتمالك وتمسك بزمام السلطة الفعلية اللي هي الأصل فيها سلطة الأحزاب من خلال تمثيليتها داخل مجلس النواب الشعب. يعني مش قوة في رئيس الجمهورية أنه هو الحاكم الفعلي، ولكن ضعف في النظام السياسي، ضعف في البناء الحزبي، ضعف في النظام الانتخابي اللي أفرز قوى وكتل نيابية ضعيفة وكلها مستندة إلى بعضها. هذا أدى إلى عادة طرح مسألة جديدة هي مسألة تغيير الدستور. وفكرة تغيير الدستور أطلقها يعني منذ أكثر من سنة الأستاذ لطفي زيتون اللي كان مستشار راشد الغنوشي، وقتها إذا ما صدقوش ياسر ناس وقالوا يلزم نغيروا الدستور وغيرها باش نعطيه أكثر صلاحيات لرئيس الجمهورية. الآن بالونة الاختبار الثانية هي عودة الإرهابيين كمدخل لتسويق لفكرة تغيير الدستور، ومن الممكن أن تصبح القضية جدية في المستقبل، لأنه تبين أن النظام السياسي هذا غير قادر على إيجاد استقرار سياسي في البلاد. أي حكومة كانت، حتى لو غيرنا سيد يوسف الشاهد وغيرنا سيد الحبيب السيد وكان سيد مهدي جمعة وغيرها، كلهم ظهروا كحكومات ضعيفة، لأنه ثم بارتاج دي بوفوار، الجميع في نفس الوقت يحكم والجميع لا يحكم. هذا كان مدخل سهل لرئيس الجمهورية باعتباره اللاعب السياسي الأول للتحكم في المشهد السياسي في البلاد.